ينضم إلينا من الخليل مراسل الغد رائد الشريف، رائد إجراءات الإغلاق التي تقوم بها سلطات الاحتلال قبل قليل اجريت اتصالا هاتفيا مع الشيخ غسان الرجبي وهو مدير الحرم الابراهيمي في الخليل قال لي بعد صلاه العصر مباشره جيش الاحتلال الاسرائيلي سيغلق الحرم الابراهيمي اي انه تم اغلاقه قبل دقائق وسيتمكن المستوطنون المتطرفون من الدخول اليه ومن اداء صلوات تلموديه وكذلك من الاحتفال في ساحات وباحات الحرم الداخليه والخارجيه المستوطنون المتطرفون احضروا خيامهم ومتاعهم الى هذا المكان ويظهرون الان باعداد كبيره وحتى الخيام التي نصبت وعمل عليها المستوطنون المتطرفون وكذلك الجمعيات الاستيطانيه منذ الساعات الماضيه ومنذ اليومين الماضيين تبدو كبيره في ساحات الحرم الابراهيمي. سبت ساره وهو اكثر الايام الذي يقتحم فيه المستوطنون المتطرفون الخليل ويدخلون احيانا الى مناطق خاضعه لسيطره السلطه الفلسطينيه كباب الزاويه وشارع بئر السبع وكذلك منطقه بئر حرم الرامه ومناطق محيطه في الحرم الابراهيمي وكذلك بمحافظه الخليل ككل حافلات اسرائيليه تقل مستوطنين متطرفين وهذه الحافلات وراءها جيبات عسكريه اسرائيليه بالاضافه الى انتشار واسع لجيش الاحتلال الاسرائيلي على اسطح المنازل الفلسطينيه القريبه حتى ان المستوطنين المتطرفين رفعوا الاعلام الاسرائيليه على المنازل المحتله والتي تم السيطره عليها خلال الفتره الماضيه الحرم مغلق حتى مساء السبت سيتم الدخول إليه وكذلك الاحتفال سبت سارة هم يحتفلون بوجود سيدتنا سارة في الخليل أي أنها مدفونة في الحرم الإبراهيمي وتحديدا في مغارة المكفيلة وهذا يقدر بخمسة ألاف عام وبالتالي بني الحرم الإبراهيمي قبل حوالي ألفي عام على مغارة المكفيلة ويوجد هناك حسب يعني المعتقدات وحديث المؤرخين يعني بعض القبور والمقامات داخل الحرم الابراهيمي للانبياء وكذلك لزوجاتهم المستوطنون المتطرفون دعوا الى هذا الاحتفال وكذلك الى سبت ساره بالحضور الى الخليل بكميات كبيره وكانت الايام الماضيه والسنوات الماضيه يعني اثبتت هذا الكلام من خلال اقتحامهم باعداد كبيره وصلت الى ما يقارب اكثر من عشرين الف مستوطن دخلوا في يوم واحد الى الخليل وكانت يعني هي من المرات الاكثر حيث دخل ما يزيد عن خمسين ألف مستوطن عام 2019 وهذا قبل مساله فيروس كورونا وبالتالي هم يعيدون مره اخرى الحشد والحديث من خلال هذه الجمعيات الاستيطانيه لدخولهم الى الخليل والصوره تبدو امامكم من خلال الخيام التي تم نصبها في ساحات وبحات الحرم وكذلك عمليه الاغلاق يمنع على اي فلسطيني الدخول الى هذه المنطقه هم سيجوا المكان وحتى منعوا الفلسطينيين من النظر اليه من خلال السياج الذي تم وضعه قرب حاره غيث جابر السلايمه وكذلك هناك تحصينات عسكريه للمناطق الممتده من مستوطنه كريات اربع وصولا الى شارع الحرم الابراهيمي وكذلك المناطق القريبه من البلده القديمه. بالبوابات الحديديه تم اغلاق المنطقه يمنع على اي فلسطيني الدخول اليها وبالتالي الفتره الماضيه شهدت اغلاقا ايضا لمناطق عديده في الخليل المحيطه بمستوطنه كريات اربع بالسواتر الترابيه بالمكعبات الاسمنتيه بالبوابات الحديديه وهذا ل رفع حالة التأهب القصوى كما وصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة اثنتين وسبعين ساعة تخوفاً من حدوث عمليات في الأعياد اليهودية وكذلك في عملية الاحتفال خاصة وأن الخليل شهدت عملية نوعية كما وصفها المراقبون والمتابعون للشأن الفلسطيني حدثت في مستوطنة كريات أربع عندما دخل محمد كامل الجعبري وهو شاب فلسطيني إلى المستوطنة ونفذ هذه العملية بسلاح ام M16 ادت الى مقتل مستوطن واصابه اربعه اخرين رائد الشريف مراسل الغد من الخليل شكرا